تحايا الابتسام، تحايا الأمل، وتحايا الحياة لكم مشاهدينا في كل مكان. وهذه اللوحة الصباحية الملونة دائما بكل ألوان الجمال وبكل ألوان الإبداع، وحريصين دائما أن يكون خط الصحة ضمن هذه اللوحة الصباحية. وفي حديثنا عن الصحة دائما نقول أن الوقاية خير من العلاج، وأبرز خطوات الوقاية هي ممارسة الرياضة. فدعونا نشاهد معا صالة جيم. حنتكلم الليلة عن عضلة الترابس، ترابيس بالمصطلح السوداني. الترابس دي هي عضلة متصلة مع عضلة الكتف وعضلات الرقبة، فهي بتكون حساسة جدا وضعيفة جدا في نفس الوقت. لازم انت تبدأ فيها بأوزان خفيفة، يعني شبه خفيفة، بعدها تبدأ تدرج فيها بالأوزان. عندها كذا تمرين، ان شاء الله حنتناول نموذجين من تمارين الترابس على أساس الناس تعرف وتستفيد إن شاء الله. هي زيها زي أي عضلة، بتمرن 4 جولات في 12 من 12 ل 8 تكرارات إن شاء الله. نشوف إن شاء الله النماذج عنا ونطبقها بإذن الله.